بهذه الطريقة يعمل سلاح جديد أرسلته ألمانيا إلى أوكرانيا، وهو سلاح مضاد للطائرات. من المعروف أنه كتير دول دعمت أوكرانيا بالأسلحة العسكرية، وبما أنكم تطلبوا مني دائماً حلقات عسكرية بحاول أتابع أحدث الأسلحة اللي بتظهر فجأة في الحرب الروسية الأوكرانية. من ضمن هاي الأسلحة اللي حصلت عليها أوكرانيا مؤخراً 50 دبابة من نوع جيبارد، وهي دبابة ألمانية مضادة للطائرات، فراح نشاهدها اليوم ونتعرف عليها. بعدها راح ننتقل إلى سلاح سكاي نيكس، وهو نظام الدفاع الجوي الذي يستطيع أن يطلق 1000 طلقة في الدقيقة الواحدة. وختاما راح نشاهد مدفعية قيصر هاوتزر الفرنسية المتطورة التي تقوم بإطلاق جميع قذائف الناتو القياسية عيار 155. السلام عليكم، أنا سامي مشتاق ورحب فيكم. قبل أن نبدأ لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، واكتبوا لي بالتعليقات عن شو حابين أعمل في الحلقات القادمة. في ملاحظة مهمة، أنا لما بعرض أبرز الأسلحة اللي بتظهر في الحرب الأوكرانية الروسية ما بكون عندي نية أروج لطرف دون الآخر، فمرة مثلا بعرض أسلحة روسية متطورة أو أسلحة أوكرانية أو غيرها. فحلقات العسكرية بكون بركز فيها على حجم التطور العسكري في الدول بشكل عام، ليكون عندنا علم بالقدرات العسكرية لأقوى الدول بدون أي هدف آخر. بإمكان مشاهدة جميع الحلقات العسكرية من خلال قائمة التشغيل الموجودة عندنا والمختصة بحلقاتنا العسكرية. من المعروف أنه تدعم ألمانيا أوكرانيا بالذخيرة وأسلحة متنوعة غالبيتها خفيفة، وهي تريد الآن دعمها بأسلحة ثقيلة كالمدرعات والمدافع. لم يكن سهلا بالنسبة للحكومة الألمانية اتخاذ قرار بإرسال أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والمدافع إلى أوكرانيا، لكن بعد ضغوط من الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين وأوكرانيا، قررت برلين نهاية إبريل الماضي دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة. سترسل ألمانيا 50 دبابة من نوع جيبارد، لكن خلونا نشاهد قدرات هاي الدبابة. دبابة جيبارد هي دبابة مضادة للطائرات مزودة بسبطانتين عيار 35، ويمكن استخدامها ضد المقاتلات والطائرات المروحية حتى ارتفاع 3500 متر، كما يمكن استخدامها ضد العربات المدرعة أيضا. تم تطوير هذا المدفع الألماني في الستينيات ودخل الخدمة في سبعينيات القرن الماضي، وتم ترقيته عدة مرات باستخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية. شكل هذا المدفع العمود الفقري للدفاع الجوي، وكان لسنوات طويلة سلاحاً أساسياً للدفاع الجوي لدى الجيش الألماني وكذلك لدى الجيشين الهولندي والبلجيكي. طبعاً ألمانيا كانت بتستخدم هذا المدفع حتى عام 2012، فقط رومانيا هي الدولة الوحيدة في حلف الناتو التي ما زال جيشها بيستخدم دبابة جيبارد. تحمل المنظومة رادار بحث عام فوق خلف برج العربة، كما تحمل رادار تتبع بين المدفعين، ويبلغ مدى رادار التتبع في هذه المنظومة قرابة 15 كيلو، ويوفر بحثاً وتتبعاً في نفس الوقت. وتحمل المنظومة نظاماً لتمييز العدو من الصديق، ونظام للسيطرة على إطلاق النار. طبعاً من مهام هاي المدفعية هي مقاومة الطائرات، بالإضافة إلى توفير الدعم الناري للوحدات القتالية البرية. تحمل عربة المنظومة مدفعين عيار 35 ملي، ويبلغ مدى سرعة الرمي من هذه المدافع 550 إطلاقة في الدقيقة الواحدة. طاقم الدبابة مكون من 3 أفراد، القائد والسائق والرامي. أما عن بدن العربة فيوفر حماية من المدفعية صغيرة العيار، بينما يوفر البرج حماية من الأسلحة الصغيرة وشظايا المدفعية، وتحمل المنظومة نظام للحماية من التأثيرات النووية والكيميائية والبيولوجية. جيبارد تستطيع قطع مسافة تصل إلى 550 كيلومتر وتجاوز الحواجز المائية دون الحاجة لمعدات إضافية. هاي المدرعة مهمة جدا بالنسبة لأوكرانيا، حيث يمكن استخدامها ضد المروحيات الروسية المصفحة، لكن قد تواجه أوكرانيا مشكلة في استخدامها، حيث أن نظامها الإلكتروني المعقد ونظامي النيران والرادار قد يتطلب مهارات عالية من طاقم الدبابة. وحسب خبراء عسكريين يتطلب التدريب على استخدام جيبارد 6 أشهر تقريباً. وننتقل من دبابة جيبارد ونتعرف على سكاي نيكس، وهو نظام دفاع جوي مميز. طبعا الحروب الحالية كشفت أنه لا يمكن التصدي لقذائف الهاون أو قذائف المدفعية أو طائرات الدرون الصغيرة باستخدام أنظمة دفاع جوي كبيرة بتعتمد فقط على الصواريخ المضادة. ببساطة لأنه قذائف الهاون أو المدفعية أو طائرات الدرون الصغيرة بتستطيع تجاوز أنظمة الدفاع الجوية الكبيرة، كونها تدنو من أهدافها بارتفاع منخفض وتمتاز بسرعة بطيئة نسبيا وحجمها
صغير. لهيك بحث الخبراء العسكريين عن طرق أخرى للتصدي لقذائف الهاون والمدفعية ولطائرات الدرون. فقامت شركات السلاح العالمية ومنها راين ميتال الألمانية بتقديم نهج جديد لمواجهة هذه التهديدات، منها سلاح سكاي نيكس وهو نظام الدفاع الجوي المستقبلي ويعمل بطريقة احترافية للتصدي لطائرات الدرون أو الهاون أو قذائف المدفعية. ويتم تثبيت المدفع على منصة يمكن تحميلها بسهولة على شاحنة للنقل، ويتم إنزالها في موقع التشغيل، وهذا يجعل النظام شديد الحركية وقابل للنشر بسرعة. ويبلغ المدى الفعال لمنظومة سكاي نيكس 4000 متر وبمعدل إطلاق يصل إلى 1000 طلقة في الدقيقة. نزلت الشركة مقطع فيديو في عام 2021 بتظهر تجربة هذا النظام الجديد في نسخة محمولة على شاحنة، وتم تجربته على 8 طائرات صغيرة بدون طيار وبالفعل قام بتدميرهم. آخر شيء في فيديو اليوم راح نشاهده هي مدفعية قيصر هاوتزر ذاتية الحركة من عيار 155، وهي عبارة عن شاحنة مجهزة بنظام مدفعية وهي مثبتة على هيكل شاحنة X66. تم البدء باستخدام هذا المدفع في عام 2008. المدى الفعال لهذا المدفع 600 كيلومتر، يعمل بمعدل إطلاق النار 6 قذائف في الدقيقة الواحدة. يقوم قيصر هاوتزر 8×8 بإطلاق جميع قذائف الناتو القياسية عيار 155، منها مثلاً قذائف المضادة للدبابات أو حتى القذائف المجزأة، كما أنه قادر على إطلاق الذخيرة المضادة للدبابات الموجهة بدقة. لا يستغرق القيصر سوى 60 ثانية لتجهيزه لإطلاق النار، كما يمكن له إطلاق 6 قذائف وترك موقعه في غضون دقيقتين فقط. يتميز النظام الجديد بحمولة أكثر وقدرة على التنقل ومرونة أكبر في التضاريس الوعرة، كما يمكن للنسخة 8×8 أن تحمل 30 قذيفة مقارنة ب 18 للنسخة السابقة. المدفع يعمل بنظام محوسب بالكامل، يوفر تحكما آليا، فيتميز المدفع بنظام تحكم نيراني بالغ التطور، يتألف من نظام كمبيوتر إدارة النيران الذي يدمج بين رادار سرعة السبطانة المسؤول عن دقة النيران وضبط عمليات الإطلاق وأيضا توفير الذخيرة، وبين نظام الملاحة بالقصور الذاتي المتطور للأنظمة الإلكترونية والدفاعية. النظام مزود بأنظمة الاتصالات والربط مع باقي القوات لتوفير كافة أعمال الدعم النيراني مطلوبة في أي وقت. يأتي النظام الجديد منه بكابينة مدرعة ببابين أو بأربعة أبواب، ويوفر الحماية للطاقم ضد شظايا نيران الأسلحة الصغيرة وأيضا قذائف المدفعية. يتراوح وزن النظام المدفعي هذا من 28 إلى 30 طن، كما أنه يوفر حماية ضد الرصاص الخارق للدروع عيار 7×62. ويتم تشغيل النظام من قبل طاقم مكون من 2 إلى 3 أشخاص، وتعمل هذه المدفعية في كل من جيوش فرنسا، السعودية، إندونيسيا وأيضا لبنان، تايلاند والدنمارك. النظام يوفر حماية ضد الألغام الأرضية والأدوات المتفجرة المرتجلة التي تعادل قوتها التفجيرية 6 كيلو من مادة TNT، كما يمكن تركيب مدفع رشاش 12×7 على سطح السقف للحماية الذاتية. يستخدم القيصر محرك بقوة 400 حصان بسرعة قصوى تبلغ 90 كيلو متر في الساعة وبنطاق 600 كيلو. أيضا بالإمكان نقل القيصر جوا بواسطة طائرة نقل عسكرية. في الختام اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس، وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء.